انطلقت مسيرة حاشدة في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة احتجاجا على القرارات الأمريكية الأخيرة ضد الفلسطينيين. المسيرة التي شهدت مشاركة الآلاف من وسط المخيم حتى شارع صلاح الدين، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وشعارات ضد القرارات الأمريكية الأخيرة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا، كما ندد المشاركون بهذه القرارات واعتبروها ظالمة بحق الشعب الفلسطيني الذي تم تهجيره من أرضه ظلما وعدوانا. وطلب المحتجون بأن يقف العالم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا. فالقرارات الأمريكية لن تدي اللاجئين عن حقهم في العودة وتقرير المصير. لقد جاء